معلش يا حبيبي، انا اسفه. تلاش يا ماما تلاش، جرح سطحي والله ما تلاش، الحمد لله. ما قلقش ازاي؟ ما قلقش ازاي وانت المصيبة عمالة ترف عليك واحدة ورا التانية؟ انا عارفة طلعت في طريقك دي ازاي. يا مين يا ماما؟ ادم السعد، ادم النحس عليك. شوف بقالك قد ايه في الداخلية ما جرالكش حتى خدش واحد. يا ماما انا كنت في بوليس الاداب، هتعور ازاي يعني؟ يا ابني يا حبيبي، ده انت لما جيت خطبتها نقلوك، ولما نويت تكتب كتابك جات لك طلقة. امال لما تنوي تتجوزها هيحصل لك ايه؟ هيفجروك. والله صابرين بتحبك يا ماما. وانا بقى ما بقبلهاش لا هي ولا امها. بشويش 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 يا حبيبتي، بشويش عليك بشويش. حبيبي معلش معلش. تمام يا حمزه، تمام. كيفك؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي كويسه، والله انت بنت حلال. لسه حالا كنت بشكر فيك. يا سبحان الله، للدرجات القلوب عند بعضها؟ ده انا طول الطريق انا وصابرين مالناش سيره غيرك. كحه مسكاني من الصبح هطلع روحي. يا روحي، طب بقول لك ايه؟ خد اشربي العصير ده يمكن تطلع. ايه؟ ايه ده؟ عصير ام 3 جنيه ونص؟ اشربي يا امي. قولي بس البعزقه والمصاريف دي كلها. اشربي يا امي. امال عصام ما جاش معاكوا ليه؟ ايه؟ معقوله يسيبكم انتوا الاثنين كده تيجوا من غير ما يجي يعني يشوفوا ولا ايه؟ ما ماما ساعات في ناس مستشفيات. انا مش قصدي اي حاجه من الكلام اللي انت بتقوله ده، انا قصدي ان هو ما يسيبهمش هما الاثنين، يجوا لوحدهم وما يجيش. مش دي برضه اصول الرجوله ولا انا متهيألي؟ اشربي يا امي. مش هشرب.